ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم من الحج اليوم بالوقوف على صعيد عرفات. بدء اجتماع مجموعة العشرين في بالي الإندونيسية بمشاركة بلينكين ولافروف. إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بإطلاق ناري خلال كلمة له واعتقال منفذ الحادث. السابع صباحاً، الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلاً ومرحباً بكم، والبداية مع أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج في الأراضي المقدسة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بدأ حجاج بيت الله الحرام الوقوف بجبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، ويغادر الحجاج مشعر منى إلى مشعر عرفات مع بدء طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، هذا للوقوف على صعيده وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا حتى مغيب الشمس، ومن ثم ينفرون إلى مزدلفة للمبيت فيها. من جانبها أكدت وزارة الداخلية السعودية اكتمال وصول الحجاج لمشعر منى بكل سهولة ويسر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة المقدم طلال الشلهوب انتهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لوقوف ضيوف الرحمن على صعيد عرفات اليوم. بفضل الله تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بأمن وأمان ويسر وسهولة وطمأنينة، حيث اكتمل بحمد الله وصول الحجاج إلى مشعر منى مساء يوم الخميس الموافق الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيدا للتصعيد منها بعد صلاة فجر يوم غد الجمعة الموافق للتاسع من ذي الحجة للوقوف بعرفات. كذلك بدأت اليوم عمليات التصعيد المباشر من مكة المكرمة إلى عرفات في ليلة التاسع من ذي الحجة، ولا تزال هذه العمليات مستمرة. تستمر الجهات الأمنية والحكومية المشاركة كافة وبكامل استعداداتها في تنفيذ مهامها في المشاعر المقدسة لإقامة مناسك حج هذا العام وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة. أنهت بعثة القرعة تصعيد ضيوف الرحمن إلى منطقة المشاعر المقدسة استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بعرفات الله. أفواج الحجيج تتوجه إلى عرفات الله بوجوه نضرة مستبشرة بمغفرة من الله، حناجرهم ترتفع بالتلبية، يتزينون بملابس الإحرام. لبيك اللهم لبيك،
منذ صباح يوم التروية بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها إلى عرفات وفقاً لخطط التصعيد الموضوعة، فقد تم التنبيه على الحجاج بالنزول وفقاً لطوابق إقامتهم بالفندق وفي توقيتات محددة وفقاً للضوابط التنظيمية. الحمد لله احنا في صحة جيدة وفرحانين بوقفة عرفة. والله شعوري أنا الدنيا كلها مساعاني وفرحان فرحان فرحان. شرعة ربنا الله يبارك له كل القائمين على هذا العمل. يتم تصعيد الحجاج في حافلات مجهزة لتوفير الراحة للحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر، مع الالتزام بوجود مرشد بكل حافلة لتوجيهها إلى المسارات الصحيحة إلى المخيمات. والله أحسن شعور عمري ما هشوفه، ولا يعني ربنا يجدرنا نشوفه تاني وتالت ورابع وخامس، ويوعد الجميع يا رب في مصر ويجعل في مصر في عماد دايما. وأحسن حاجة شفناها السنة دي في الاهتمام بالحج في الأتوبيس وفي السكن وفي التغذية وفي كل حاجة، التنظيم على أعلى مستوى، الخدمات على أعلى مستوى، اللي كانوا جايبين لنا الناس اللي هم الشيوخ اللي من وزارة الأوقاف، كل الإجابات بحمد الله متيسرة وكل ما نطلبه متيسر لينا وفوق، يعني ممتاز جدا جدا، ودي شهادة لله الحمد لله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الفرحة والارتياح كبير بين أوساط الحجاج للتصعيد لعرفات وبالاهتمام الذي توليه بعثة حج القرعة لهم ليتمكنوا من تأدية مناسك الحج في سهولة ويسر. يا رب يجعلها حجة مقبولة لوجه الكريم، خالصة لوجه الكريم. نذكر كل الداخلية بجد عملوا مجهود جبار جبار جبار، الله يبارك لهم ويوعدهم ويرزقهم التوفيق والسداد ويسدد خطاهم يا رب. الحمد لله الخدمات كانت كويسة في المدينة وفي مكة، وربنا يديمها نعمة علينا يا رب. نتوجه بالشكر والتقدير للبعثة المصرية اللي موفرة كل حاجة وميسرة الأمر كله للحجاج. الحمد لله الخدمات حلوة وكل حاجة حلوة وكل حاجة يعني على أكمل وجه. أكثر من 6400 حاج هم حجاج القرعة، يعمل ضباط وأفراد بعثة حج القرعة على خدمتهم وراحتهم في إقامتهم وتنقلاتهم وأدائهم للمناسك حتى يعودوا إلى أرض الوطن. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المتابعة الدؤوبة لخطوات التجهيز لمؤتمر المناخ COP27 وتوفير مختلف أوجه الدعم، وذلك لضمان التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتحقيق التنظيم اللائق لهذا الحدث الدولي المهم. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود التحضير لاستضافة مصر للمؤتمر، حيث تم استعراض أهم الخطوات التي تم تنفيذها والموقف التنفيذي للمبادرات المنتظر طرحها على جدول الأعمال وأهم أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية في إطار الإعداد لهذا الحدث. كما تطرق الاجتماع أيضا إلى الموقف التنفيذي للشق اللوجستي والتنظيمي، بما في ذلك استعدادات عدد من الفنادق لاستقبال ضيوف المؤتمر. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، وجه مدبولي بضرورة التنسيق المستمر مع غرفة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث التي قد تطرأ بالسرعة المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية، مكلفا بالتعامل بكل حزم وشدة مع أي مخالفات أو تعديات من خلال المسؤولين المعنيين.
عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مثل هذه الاجتماعات المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام لهذه الاستراتيجية بكل مكوناتها وجوانبها المختلفة. وأضاف أن الاجتماعات الخاصة بالمتابعة التي تعقدها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هي الأخرى إطارا مهما للتنسيق الخاص بالجهود بين الجهات المختلفة. تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك في إطار جهود التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري واستهداف الشباب المصري بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط 36 عرب أنواع وحفار ولودر يستقلها 92 فرداً، عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة و1400 طلق أنواع وطنين من جوهر الحشيش المخدر وطنين من نبات البانجو و305 كيلوغرام من نبات الهيدرو و37 كيلوغراما من الأفيون وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وثلاثة أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن و32 مكنة كهرباء و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. في سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طنين من مادة سماد اليوريا المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة. يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً في تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كثفت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية المكثفة على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد، ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق
وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسية. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخراً من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق، ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسي إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك من خلال خطة أمنية متكاملة تشارك فيها كافة قطاعات الداخلية. مؤتمنون على حماية أمن وسلامة المواطنين. خطة أمنية متكاملة تشارك في تنفيذها كافة قطاعات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. انتشار أمني على كافة المحاور والمقاصد السياحية والمتنزهات. ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية. غرف عمليات للتعامل مع الطوارئ وضبط المخالفات خلال فترة العيد. تواجد أمني فعال في ربوع البلاد لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. فأمن المواطن رسالتنا.
انطلق اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وذلك بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وفي كلمة الافتتاح أكدت وزيرة خارجية إندونيسيا أن النظام متعدد الأقطاب هو الحل للتحديات العالمية، مطالبة بأن تكون مجموعة العشرين منارة لحل هذه التحديات. وأضافت أن العمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع ما يمكن يعد مسؤولية الجميع. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وبكين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي، وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بالي قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، قال لافروف إن العلاقات الروسية الصينية لديها إمكانات وآفاق هائلة، وسيواصل البلدان تطوير أشكال جديدة للتعاون. أفادت وسائل إعلام يابانية بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تم نقله إلى المستشفى غائبا عن الوعي ولا يظهر مؤشرات حيوية عقب تعرضه إلى إطلاق ناري. وأضافت هيئة البث اليابانية ووكالة أنباء كيودو أن أحد الأشخاص أطلق رصاصتين خلال إلقاء شينزو آبي كلمة في مدينة نارا غربي البلاد، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على منفذ الحادث ومصادرة سلاحه. وكشفت الشرطة اليابانية أن المتهم كان عضوا في قوة الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل تعاونها الوثيق مع المملكة المتحدة، وخصوصا في الشأن الأوكراني. بيان للرئيس الأمريكي أكد أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما الصديقان والحليفان الأقرب، حيث أبدى بايدن أمله في مواصلة التعاون الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة حول سلسلة من الأولويات.
عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا لمجلس الوزراء. يأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان جونسون استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين. وقال جونسون إنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له. يبدو أن إرادة حزب المحافظين أن يكون هناك قائدا جديدا لهذا الحزب وبالتالي رئيسا جديدا للوزراء، وأنا أوافق مع سير غريهام غريدي وهو رئيس لجنة 2022 أنه علينا أن نبدأ الآن باختيار هذا الزعيم الجديد، وخلال الأسبوع المقبل سيتم اختيار الفترة الزمنية لفعل ذلك، وسأبقى في منصبي حتى اختيار زعيم جديد. أريد أن أقول لملايين الأشخاص الذين صوتوا لنا في عام 2019 والذين صوتوا لحزب المحافظين للمرة الأولى، شكرا جزيلا لكم لهذا التفويض، فقد حصلنا على أكثرية للمحافظين للمرة الأولى منذ 1957 وأكبر حصة منذ 1979. حاربت كثيرا للبقاء في منصبي خلال الأيام الماضية للاستمرار بهذا التفويض، ليس فقط لأنني أردت فعل ذلك بل لأنني أيضا شعرت أنه واجبي وأنه عملي. نهاية نشرة السابعة، وإليكم أبرز ما جاء فيها. ضيوف الرحمن يؤدون الركن الأعظم من الحج اليوم بالوقوف على صعيد عرفات. بدء اجتماع مجموعة العشرين في بالي إندونيسية بمشاركة بلينكين ولافروف. إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بإطلاق ناري خلال كلمة له واعتقال منفذ الحادث. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي أنا حور محمد، إلى اللقاء.